هذا هو المخمار الحقيقي، هذا هو المخمار كيتوجد بسرعه. بغيتي تعرفي كيفاش؟ يلا يا معايا للكوزينه، ندخلوا المطبخ ديالنا ونوجدوه. يلا بقاو معايا البنات، انتما شتيكو كيجي، كيجي شهوة منه. النص درتو بالعسل والزبده، والنص بغي كاين اللي ما يبغيش العسل والزبده وخليته هكاك، كيجي غزال حتى هو. انتما شتو، شو تبارك الله، شو ما شاء الله ما شاء الله، ما كيتعجن ما حتى شي حاجه. بقاو معايا تعرفوا المقادير البنات، انتما خفيف وزوين ما شاء الله، ما شهيتكم. يلا بقاو معايا البنات، ندوزو المقادير ديالنا. مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد. اللي باقي ما تابونا معايا تابونا معايا، وان شاء الله ديروا بارطاج اللي يسهل عليكم، واللايك اشتراك فضلا وليس امرا. عندي هنا البنات، عندي هنا 4 الكيسان ديال الماء دافيين، دافيين بزاف ماشي سخان. عندي الملحه، عندي معلقه ديال الخميره، الملحه على حسب التقديمه، معلقه ديال السكر اولا معلقه ديال العسل، خمارة ديال الحلوة 8 غرام، نحيدو علينا الكاس، سمحوا لي على هاد السطار راني برا. الفينو البنات أولا السميد الناعم، عندي فيه عندي 4 الكيسان، وطحنت هاد العناصر الملحة والخميرة والسكر ومع الماء، طحنتهم مزيان، كنضيف ليهم السميد الناعم أولا الفينو. عندي هنا 3 الكيسان، والرابعة هو وغادي نزيدو نطحنو، مزيان مزيان. الصراحه هاد العمليه هادي كنديرها حتى في الملاوي ديالي انايا، كنطحن الفينو مع الماء، كنطحنو مزيان عاد كنزيد نعجنو. صافي دابا غادي نحيد، نجيب القصريه ديالي. نجيب القصريه البنات، ونجيب الفورس اولا الفرينه، الدقيق الممتاز حتى هو 4 الكيسان، العنبه دائما، صافي غادي نخوي الخليط ديالي في القصريه. هنا البنات كنجيب الدقيق الابيض اولا الفورس، صافي غادي نخوي الخليط ديالي. ها هو مخلل مطحون مزيان، وغادي نجيب شويه د الماء ونشلل الكاس ديالي،
صدقوني البنات هاد بوشيار او لا المطلوع او لا كل واحد كيفاش كيقول ليه كيجي غزال غزال، يعني ماشي الفورس بوحدو، دايره النص بالنص، واللي بغات تعبر بالكاس د العنب تعبر، اللي بغاتش دير بالكاس باي حاجه عندها، المهم يكون متساويين. هنا تبارك الله درت الكميه كبيره شي شويه، هنا كنخوي الفورس ديالي او الفرينه النوعيه ديال الحلويات. هنا ثلاثه ديال الكيسان والرابعه هو، وغنخلي واحد الكاس تنشوف الخليط ديالي واش غيتشرب ولا ما يتشربش، كاين الدقيق اللي كيتشرب كاين اللي ما كيتشربش. وهنا غندوز نعجن، نعجن بيديا والعجينة البنات تكون شوية مرخوفة شوية ماشي بزاف، تقريبا 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 بحال ديال السفنج، ماشي مرخوفة بزاف بحال ديال السفنج، انما تكون شوية يعني تكون كتلصق في اليدين، ما تكونش قاسحة العجينة، ونعطيها الوقت تختمر مزيان. هنا غادي نزيد الكاس الرابع الخامسة البنات، دابا غادي نبقى نضرب نضرب العجينه ديالي بحال اللي كنديروا العجينه ديال السفنج بحال هكايا. دابا البنات غادي نجيب نخويها في داك نرضها في داك المول، هاد المول هذا مدهون بالزيت حقاش العجينه مرخوفه بزاف بزاف، ونعطيوها الوقت وغادي تولي زوينه. انتم غتشوفوا معايا، تبعوا معايا، بقاو معايا، تبعوا الفيديو حتى الاخر. شتي كي دايره مرخوفه مزيان مزيان، تقريبا بحال ديال السفنج. صافي هنا خليتها تخمر، ندوز نهز القصريه ديالي ونغسلها وداك الشيء ونرجع معكم. هنا هي العجينه ديالي خمرت البنات، دابا غادي ندهن داك البلاصه فين غادي نقرصها نقطعها ونقادها. والطاجين ديالي ها هو كتما المقلاه ثقيله، ها هو كيسخن، رخفت عليه البوطه باش يسخن ليا مزيان. ندهن يدي بالزيت، صافي نبقى نقطع الكويرات هكا صغيورين مويان، ما يكونش صغار بزاف ما يكونش كبار بزاف، ما بين وبين. هذه جاتني شويه كبيره غادي نقص منها. صافي البنات هنا نبقى نطيب، جبت انتم كتشوفوا المقله ديالي سخونه، ورق المطبخ كيساعد مزيان في هذه العجينه هذه حيت خفيفه بزاف، ما تقدريش تعجنيها تقرصيها بيدك وتهزيها وتحطيها في المقله، ما تقدريش حيت مرخوفه مزيان وما تصلحش العجينه رطبه بزاف. هنا كنوجد وحده اخرى حيت راه موجده المقله الاخرى، ما يصلح لي ما درت المقله اخرى لهيه البنات، مقله اخرى باش نسالي دغيا.
يجي خفيف البنات زويون. اذا بديت كنطيب قبيله جا زوين البنات زوين تبارك الله. هذيك وحده صغيره سبقت منها وعطيت منها لولد بنتي.